بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنقترح عليكم هذا النموذج كفرض للفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، ويتعلق بالمادة وتحولاتها وكذلك بالظواهر الميكانيكية. إذن هذا الموضوع مقترح من أحد الزملاء، فهو مشكور على كل حال، أخذناه من مواقع التواصل الاجتماعي، فله كل الشكر على هذا المبادرة وهذا الموضوع. إذن فنص الوضعية الأولى يقول: نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء H زائد Cl ناقص في أنبوب اختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الحديد Fe، فينطلق غاز ويتشكل محلول شاردي هو كلور الحديد الثنائي الذي صيغته الشاردية هي Fe2 زائد و2Cl نقص كما هو مبين في الوثيقة 1. ألف سمي الغاز المنطلق، اكتب صيغته الكيميائية وكيف يتم الكشف عنه. إذن نبدأ نجيب سؤالا سؤال. إذن فالغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين، صيغته الكيميائية هي H2. أما كيفية الكشف عنه فيتم بعدما نحصر كمية كافية أو نحجز كمية كافية من هذا الغاز في أنبوب الاختبار الذي تم فيه التفاعل، نقرب عتق مشتعل من فوهة أو فتحة الأنبوب فتحدث فرقعة، مما يدل على أن هذا الغاز هو غاز الهيدروجين. الفقرة الثانية أو باء يقول: كيف يمكن الكشف عن شوارد الكلور وشوارد الحديد الثنائي المتواجدة في الأنبوب؟ بالنسبة لشوارد الكلور يتم الكشف عنها بأخذ عينة من المحلول السابق، يعني الذي نتج عن التفاعل، ووضعها في أنبوب اختبار، ونضيف إلى هذه العينة قطرات من محلول نترات الفضة، فيتشكل راسب أبيض يسود في الضوء. إذن هذا بالنسبة لكيفية الكشف عن شوارد الكلور في المحلول. كيف يتم الكشف عن شوارد الكلور وشوارد الحديد الثنائي؟ كذلك نأخذ عينة أخرى من نفس الأنبوب السابق، يعني قبل إجراء الكشف نأخذ عينتين، عينة في أنبوب من أجل الكشف عن شوارد الكلور، وعينة ثانية من أجل الكشف عن شوارد الحديد الثنائية، بحيث يتم الكشف عنها بأخذ هذه العينة من المحلول ووضعها في أنبوب اختبار، ونضيف إليها من قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فيتشكل راسب أخضر. هنا نستنتج بأن شوارد الحديد الثنائية متواجدة في هذه العينة. ثم في الفقرة جيم يقول: اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الإجمالية بالصيغة الشاردية. إذن معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية هي كالآتي: Fe S يعني صلب الحديد زائد فردين من حمض الكلور 2 H زائد زائد Cl ناقص، يعني هنا يجب المعادلة أو الموازنة، فيعطي لنا جزيء غاز الهيدروجين H2 زائد فردين من Fe2 أو Fe2 زائد 2Cl نقص. إذن هذا بالنسبة لمعادلة التفاعل الحادثة في هذه التجربة أو في هذا التحول الكيميائي. الفقرة الثانية يقول: نأخذ كمية من محلول كلور الحديد الثنائي ونجري له تحليلا كهربائيا بسيطا كما هو مبين في الوثيقة 2. سمي المسرى A والمسرى B. إذن فتسمية المسرى مرتبطة بطرفي المولد، ف
فالمسرع المتصل بالموجب هو المصعد كما نعلم، والمسرع المتصل بالسالب هو المهبط. إذن فبالتالي يكون المسرع A يسمى المصعد، والمسرع B يسمى المهبط. صف ما يحدث بجوار كل مسرع مدعما ذلك بمعادلة نصفية عند كل مسرع. إذن فعند المصعد أي المسرع الموجب يتصاعد غاز الكلور الناتج عن تحول شوارد الكلور إلى ذرات، وذلك بعد فقدان كل شاردة كلور للإلكترون الزائد، وذلك وفق المعادلة التالية. إذن طرحنا المعادلة هنا، أين هي المعادلة؟ إذن وفق المعادلة التالية، هذه هي كتابة المعادلة، يعني شاردتي كلور تنجذبان إلى المصعد لأنهما سالبتين، فتعطيان الإلكترونين إلى المصعد، وتتحد الذرتان لتشكل جزيء الكلور. أما عند المهبط فيترصب الحديد الناتج عن تحول شوارد الحديد الثنائية إلى ذرات، وذلك بعدما تكتسب كل شاردة حديد ثنائية تكتسب إلكترونين اللذان كانا ينقصانها من المهبط، وذلك وفق المعادلة التالية، يعني فتتحول الشاردة الثنائية شاردة الحديد الثنائية تكتسب إلكترونين من المهبط وتتحول إذا إلى ذرة، مجموع هذه الذرات تترصب عند المهبط. إذن بعد ما كتبنا المعادلة النصفية يطلب منا أن نستنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي. إذن المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي تتم أولا بالصيغة الشاردية، هكذا هو لم يذكر، استنتج المعادلة الإجمالية وكذا. إذن بالصيغة الشاردية نكتب Fe2 زائد زائد 2Cl ناقص تتحول إلى Fe صلب زائد Cl2 غاز. معادلة تحليل الصيغة الإحصائية قلنا تختفي الشحن والإشارات والأقواس، وما كان بالداخل يتحول إلى اليمين. إذن Fe Cl2 تتحول إلى Fe زائد Cl2. إذن هذا بالنسبة للوضعية الأولى. نمر إلى الوضعية الثانية، يقول لقياس قيمة الجاذبية الأرضية في المخبر أنجز وليد التجربتين التاليتين كما هو مبين في الوثيقة ثلاثة. واحد، سمي الجهاز المستعمل في التجربة واحد. إذن التجربة ذات شقين، تجربة واحد تجربة اثنين. إذن سمي الجهاز المستعمل في التجربة واحد، ما المقدار الذي يقيسه؟ أعطي قيمته حسب التجربة. إذن فالجهاز المستعمل في التجربة واحد يسمى ميزان الكتلة، وفي هذا الحالة هو ميزان روبرفال. إذن ميزان الكتلة قد يكون أي نوع من أنواع موازين الكتلة، سواء ميزان إلكترونيا أو ميزانا تقليديا. ما هو المقدار الذي يقيسه؟ إذن فهو بما أنه ميزان الكتلة فهو يقيس كتلة المادة. المقدار الذي يقيسه هذا الجهاز أو هذا الميزان هو كتلة الجملة. أعطي قيمته الآن. القيمة من خلال التجربة، نلاحظ أن الميزان موجود في حال توازن بين مقلمة موجودة في الكفة اليسرى وعيار موجود في الكتلة في الكفة اليمنى. إذن فالعيار مكتوب عليه 100 غرام يحقق توازن مع هذه الكتلة، إذن فهناك مقارنة، فبالتالي كتلة المقلمة تساوي 100 غرام. إذن المقدار أو كتلة هذه الجملة هي، يعني كتلة المقلمة نقصد، أم تساوي 100 غرام. هل المقدار المقاس في المخبر يتغير بتغير المكان؟ علل. يعني الآن عرفنا المقدار المقاس هو الكتلة، هل الكتلة تتغير بتغير المكان؟ إذن رأينا في دراستنا أن كتلة الجملة لا تتغير بتغير المكان. نعلل لماذا؟ لأنها تعبر عن كمية المادة. كمية المادة ما هي إلا عدد ذراتها أو جزيئاتها، وبالتالي فما دامت هذه العدد من الجزيئات أو هذه الذرات لا يتغير بتغير المكان، إذن فكتلة المادة لا تتغير بتغير المكان.
نمر إلى الجزء الثاني. سمي الجهاز المستعمل في التجربة 2، يعني هذا الذي علقنا فيه المقلامة. إذن الجهاز المستعمل في التجربة 2 اسمه الرابعة أو الديناموميتر. هذا الرابعة أو الديناموميتر ما هو المقدار الذي تقيسه؟ إذن فهنا المقدار الذي تقيسه الرابعة عموما هو شدة القوة، وفي هذه الحالة قوتنا هنا هي الثقل. إذن فالرابعة في هذا المثال تقيس شدة الثقل. أعطي القيمة. إذن ففي الصورة يظهر أن المؤشر يقف عند العلامة 1 نيوتن. إذن ثقل هذه الجملة هو F أو P يساوي 1 نيوتن. من المفروض نكتب F P بدل F لأنها قوة معلومة الصفة وهي الثقل. إذن هل هذا المقدار المقاس في المخبر يتغير بتغير المكان؟ علل. إذن فثقل الجملة كما درسنا يتعلق بعاملين. ماذا نعني؟ P يساوي M ضرب G. M هي الكتلة، ورأينا أن الكتلة لا تتغير، لكن العامل الثاني G الذي هو شعاع حقل الجاذبية الأرضية، بما أنه متعلق بمقدار الجاذبية الأرضية فإن الثقل سيتغير بتغير القيمة G، وذلك تبعا لبعد المكان عن مركز الكرة الأرضية، يعني بحيث كلما ابتعدنا عن المركز قلت قيمة الجاذبية وبالتالي يقل الثقل، والعكس صحيح، كلما اقتربنا من مركز الأرض كلما زادت قيمة الجاذبية وبالتالي يزيد الثقل. يعني خلاصة الكلام، قيمة الثقل تتغير بتغير المكان لتغير قيمة الجاذبية الأرضية من مكان لآخر بطبيعة الحال. ثم بعد ذلك يقول في سؤاله هل هذا المقدار عللنا خلاص، ما هي مميزات شعاع هذا المقدار؟ يقصد به الثقل. إذن الثقل بما أنه قوة فهو مقدار شعاعي. ما هي مميزات شعاع الثقل؟ إذن له 4 مميزات التي يتميز بها الشعاع أو القوة عموما. أولا الحامل، حامل الثقل دوما وأبدا شاقولي، أي عمودي على سطح الأرض. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية اتجاهه، اتجاه الثقل دوما نحو الأرض، نحو مركز الأرض. نقطة تأثير الثقل تتمركز في الجملة، أي هي مركز الجملة أو مركز الثقل، تتوسط الجملة. بقي لنا الشدة أو ما سنعبر عنه بالطويلة في التمثيل. شدة الثقل طويلته حسب المثال الذي معنا تساوي 1 نيوتن. إذن هذه هي مميزات هذا الشعاع. يقول بعد ذلك مثله، مثل هذا الشعاع، مثل هذا الشعاع بحيث أعطى لنا سلم. مثل على المقلمة في الشكل تجربة 2 مستعملا سلم الرسم 1 نيوتن يعبر، أو 1 سنتيم يعبر عن 1 نيوتن. بما أن الثقل الآن المقروء في الرابعة هو 1 نيوتن، فالتمثيل سيكون أيضا 1 سنتيم لأن 1 تقابل 1. إذن فها قد رسمنا التجربة ونمثل عليها شعاع الثقل، محترمين أو آخذين المواصفات أو المميزات بعين الاعتبار. هو قال لنا الحامل شاقولي، معناه من المفروض نرسم حامل شاقولي، لكن في صاحب السؤال قال أرسم الشعاع، لم يقل لي مثل القوة أو مثل الثقل بكامل عناصره. إذن رسمنا الشعاع، الشعاع له نقطة بداية هي مركز الثقل. مركز الثقل يتواجد في وسط المقلامة، والاتجاه يكون نحو الأسفل، وطاولة هذا الشعاع كما ذكر تساوي 1 سنتيم. إذن هذا بالنسبة للتمثيل. بعد ذلك يقول لي استنتج قيمة الجاذبية الأرضية جي بمكان تجربة. نحن قلنا بأن العلاقة الخاصة بالثقل بي يساوي ام في جي، بي يساوي ام ضرب جي، أي الكتلة في الجاذبية. من هذه العلاقة نستخرج علاقة لحساب قيمة الجاذبية، أي جي تساوي الثقل على الكتلة، جي يساوي بي على ام، نطبق مباشرة، فقط ينبغي أن تكون الكتلة بالكيلوغرام لكي تكون القيمة صحيحة. إذن بي هو 1 نيوتن، الكتلة كتلة المقلامة هي 100 غرام، نحولها إلى الكيلوغرام نقسم على 1000، أي 1 على 0.1،
فتكون قيمة الثقل هي أو قيمة الجاذبية في هذا المكان الذي أجريت فيه تجربة هي 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.